أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد مواصلة تعزيز مسارات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة في مختلف المجالات، والدفع بها نحو مستويات أكثر تقدما تحقيقا للتطلعات والأهداف المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد هاي كوان تشونغ سفير جمهورية كوريا الصديقة لدى المملكة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أثنى سموه على جهود السفير في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، متمنيا سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة. من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.